مفيش صوت الأسبوع ده أعلى من صوت عودة الدوري المصري، ممكن يكون ملحقش وحشك علشان الموسم اللي فات انتهى من أقل من شهرين بس، والموسم هنا أنا أقصد بيه الدوري بس، لأن الكاس كالعادة مكمل معانا الموسم ده. المهم إن الدوري المصري رجع، ورجع في يوم في نص الأسبوع هو يوم الاثنين، واللي في العادي بيكون أجازة لفئة واحدة بس في المجتمع المصري، مش لكل الفئات للأسف. المهم إن ميعاد عودة الدوري الجديد كان مناسب ومثالي للعاملين في صالون نادي الرجال السري، بس الحلو ما بيكملش والفرحة مش كاملة، لأن ماتش افتتاح الدوري كان ما بين فريقين ما لهمش جمهور، وهما تي جي وإن بي إي أو طلائع الجيش والبنك الأهلي بس بالعربي. الكورة شيء ترفيهي، والدوري هو أهم بطولة للناس اللي بتفضل النوع ده من الترفيه، فلما تيجي تبص المواعيد انطلاق الدوريات الموسم ده مثلا هتلاقيها مناسبة لأجازات جمهورها. الدوري الإنجليزي، الأسباني، الألماني، الفرنسي بدأوا يوم الجمعة بالليل، يعني في بداية الويك إند، وبرضه لأن القنوات التلفزيونية من فترة طلبت من الدوريات دي ان هي تستفيد من حماس الجمهور في بداية الويك اند، وان هم يلعبوا ماتشاتهم يوم الجمعة بالليل. الدوري الايطالي بدأ يوم السبت، حتى الدوري السعودي بدأ يوم الجمعة علشان يبقى مناسب للجمهور اللي جوه البلد والجمهور اللي هو عايز يستهدفه من التعاقدات الجديدة وبره حدود بلده، فكل مسابقة اختارت الميعاد الانسب لجمهورها حتى لو من الناحية التلفزيونية، وده علشان يضمن أكبر قدر من المتابعة حتى لو تلفزيونياً، وخصوصاً إن احنا كمان هنا في مصر ما بنلعبش بالساعة الكاملة للملاعب. دي الصورة اللي انت بتقدمها للمنتج الترفيهي بتاعك كجاذب للجمهور علشان تستهدف الناس اللي جوه بلدك قبل ما تستهدف الناس اللي بره حدود بلدك، وانت اخترت إن الدوري بتاعك يبدأ يوم اتنين في نص الأسبوع وبين فريقين ملهمش جمهور. ومع بداية دوري جديد استخدمنا جرافيكس جديدة في نقله تلفزيونيا، واستخدمنا سكور بورد جديدة، بس الغريبة ان السكور بورد الجديدة للماتشات استخدمت اختصار لأسماء الأندية بالإنجليزي، فطلائع الجيش بقى اسمه تي جي، والبنك الأهلي بقى اسمه ان بي اي، والأهلي بقى اسمه اي اف سي، والداخلية دي اس سي وام بي اي اس سي وهكذا. وده ساب لنا سؤال مش لاقيين له اجابة، يعني المفترض في المرحلة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في الدوري المصري ان انت بتحاول تحافظ على شعبية الدوري بين جمهوره مع تراجع عدد الاندية الشعبية وزيادة عدد الشركات والمؤسسات وغياب الجمهور، خصوصا ان في دوريات حواليك بتتطور بسرعة كبيرة جدا. مش هدفنا خالص ان احنا نروح دلوقتي لناس ما بتتكلمش عربي، ولا احنا اصلا جاهزين لده دلوقتي، فالمتابع للدوري المصري من بيته او على القهوة او حتى لو كان برا مصر، ايه الفايدة اللي هترجع عليه من ان يتغير مرة واحدة السكور بورد ويظهر قدامه بالانجليزي؟ وعلى طريقة ماتش قمة الموسم اللي فات استخدمنا كاميرا عليا علشان تجيب لنا صورة للملاعب من فوق في النقل التلفزيوني. طبعا الصورة كانت محرجة الموسم اللي فات، واقوى ديربي في الشرق الاوسط زي ما احنا بنحاول نصدر بيحضروا عدد محدود من الجماهير في استاد كبير زي استاد القاهرة، بس بشكل غريب قررنا نكمل استخدام الكاميرا العليا في كل ماتشات الدوري السنة دي علشان تقدم لنا صور محرجة أكتر، لأننا زي ما احنا لسه قايلين من شوية مش جاهزين لده، وحتى لو طورنا إمكانيات النقل التلفزيوني فعدد الجمهور في الملاعب ما يسمحش باستخدامها بالشكل ده. طبعا دي كلها مشاكل ظهرت لنا بعد بداية الموسم وفي أول جولة، لكن احنا من قبل الموسم عندنا مشاكل معتادة ومتعودين عليها من المواسم اللي فاتت. الرابطة أعلنت ميعاد بداية الدوري قبل 10 أيام بس من الماتش الافتتاحي، قبل 72 ساعة من الماتش الافتتاحي للدوري ما كناش عارفين مين الطرفين اللي هيلعبوا الماتش، وغالبا هم كمان ما كانوش عارفين. اعلنت تأجيل ماتش قمة الدور الاول لفبراير 2024، وهو اهم ماتش في المنتج بتاعك. ماتش الدور الاول ده هيتلعب بعد موسم انتقالات جديد في يناير، وطبعا بدأنا التأجيلات من الجولة التانية، والمفترض بكل الالتزامات القارية للمنتخب وللأندية هتخلص الدوري بتاعك في نهاية شهر يوليو 2024. يعني مفيش اي ايجابيات خالص تخلينا نتفائل بالموسم الجديد في الدوري؟ لا طبعا في خطوات ايجابية في التنظيم وفي النقل التلفزيوني. ادركنا اخيرا ان كفاية ساعة واحدة بس قبل الماتش علشان الاستوديو التحليلي يبدأ،
وكفاية 2 محللين علشان يقدموا رؤيتهم قبل الماتش وبعد الماتش. جودة الصورة أفضل، والاهتمام بإن المشجع يعيش التفاصيل اللي بتحصل قبل الماتش مهم جدا، خصوصا لجماهير الأندية الشعبية. وفي انتظار إصدار الموقع الرسمي للرابطة ونشر كل اللوائح الخاصة بالموسم. المهم إن احنا نبقى مدركين إن الدوري بتاعنا محتاج تطوير وشغل، ما نتعاملش معاه على إنه عبء وعايزين نخلص منه. وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي بتساعدنا على التطوير، ومن غير ما نقعد نتحجج بموضوع الفلوس والإمكانيات المادية والإمكانيات الفنية، دي حاجات مش محتاجة كل ده. والمهم برضو ان احنا نبقى مدركين ان جملة الكرة بقت صناعة كتر استخدامها حولها لكليشيه، ولازم برضو نفتكر ان الكرة في الاول اساسها الترفيه.